حاله تسارب كامل. خلاص تحصيل الثوره لا يقتصر على هذه الفتره. شوي غيروا لي غيروا لي شوي غيروا لي شوي شوي حسب تصور المتواضع وكثير وايضا حسب تصور الكثير من الشعب وعبر القدم والممارسات البرجيبيه فكل من برجيبه وبن علي كان بارعا في الولاء للغرب، كان عميلا للغرب، كان حريصان على تمرير المخططات الصهيونيه. وللاسف الى يومنا هذا نرى كثيرا من التيارات المناشده لبن علي والمناشده لبورقيبه يتصدون للثوره. هؤلاء ذباع فلن يعودوا، هؤلاء ذباع شموا، هؤلاء ذئاب تعودوا على شم دماء على شم دماء الضحايا في زنزانات بن علي وكذلك في زنزانات بورقيبه. تحصيل الثوره سيكون حسب القطع مع كل الممارسات المعادية للإنسانية، مع كل الممارسات الدكتاتورية. تحسين الثورة في تصوري يقوم بتطهير الإعلام، بتطهير الأمن، بتطهير القضاء، بتطهير التعليم، بالقطع مع قانون الإرهاب برفضه والتوقف على إرهاب الشعب بالإرهاب. قانون الإرهاب دخل به الإسلاميون للسجن. قانون الإرهاب فعله بن علي واليوم النهضة مع الأسف كانت حريصة بكل الحرص على تبرير هذا القانون وعلى التشبث بهذا القانون. أخواننا الإسلاميين اليوم للأسف يتشدقون بقانون الإرهاب ويجدون له ألف مبرر للزاجي بشرفاء تونس. أخواننا على سبيل الذكر السلفيين أو غير السلفيين، أنا محامية وربط كل من وقف احتجاجا أمام السفارة الأمريكية ويومها طلع سمير الديلو وزير حقوق الإنسان للإعلام ويقول ألقينا القبض على أكثر من 700 إرهابي. يومها سمعت بوذنايا دور دين البحيري عندما كان وزيرا للعدل ويقول هؤلاء إرهابيين ويجب تطبيق قانون الإرهاب. والآن بهذه المناسبة وبما أننا نتصدى جميعا لعودة الذئاب وعودة الذباع فأننا نذكر الجميع بأننا نرفض تماما تمرير أو تفعيل قانون الإرهاب. فقانون الإرهاب يعني التصدي للثورة، يعني إجهاض الثورة، يعني وعد الثورة، يعني التنكر للشهداء. كذلك تحسين الثورة يتطلب منا المزيد من الوعي وتجريء كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كذلك تحسين الثورة يتطلب منا تجريم الاستقواء بالاجنبي. احفاد بن علي واحفاد بورقيبة يستقون اليوم بالاجنبي بفرنسا وامريكا لدوس الثورة، لاجهاض الثورة، لاخفاض صوت الثورة، لكن لن يمر. تكبير تكبير أوفياء أوفياء لا تجمع لا نداء أوفياء لا أوفياء لا تجمع لا عصابة دستورية لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية. اليوم نطالب هذا المجلس الذي انتخبناه أن نمرر قانون تحسين الثورة. اليوم لا سبيل إلى التدرع بأي سبب. هناك مؤامرات تحاك داخل هذا المجلس لعدم تمرير هذا القانون هذا اليوم. نطالب بتمريره. هذا طلبنا. لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية. لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية. اليوم كل التونسيين متوحدين من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب إلى الفقراء إلى الأغنياء إلى المتعلم وغير المتعلم. كل التونسيين متوحدون على نفس الشعار. لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية. لا رجوع لا حرية لا عصابة دستورية. نذكر بأول شعارات هذه الثورة المباركة. نذكر به يسقط حزب الدستور، يسقط جلاد الشعب، يسقط حزب الدستور، يسقط جلاد الشعب، يسقط حزب الدستور، يسقط جلاد الشعب.
الحرب. لا سبيل إلى عودة أهل الأسلام إلى حكمنا، لا سبيل إليه ولو على جثثنا، لا سبيل إليه. ونمرر هذه رسالة إلى المجلس التأسيسي، لا سبيل إلى التذرع، لا سبيل إلى التذرع بالوقت وافتعال التعليم كما هو حاصل الآن بالداخل. اليوم مطالب بتمرير قانون تحسين الثورة وكاملا ودون تعديل، بل بتعديل وإضافة كل من شارك هذه الأسلام في تحطيم هذه البلاد منذ 60 سنة. ممكن نحكيه على تحسين عن طريق القضاء بعد ما حرقوا الدوسيات وبعد ما حرقوا الوثائق وبعد ما طمسوا فساتهم في الفترة الانتقالية الأولى اللي كتبوا علينا ويقولوا أنها فترة مرت في أمان. لا ما مرتش في أمان، مرت دولة تونسية كسوة إسلامي وإلا وإلا عادي، يعني ما هوش ينتمي للأخوان المسلمين، ولكن لازم القانون هذايا يتفعل عليه خاطر يحمينا نحن مش من قوى ومن أسلام، ومازالوا مواصلين والغدوة مواصلين. علاش ما يحبوش هو القانون هذايا؟ خاطر كلهم يتمعشوا منه، فهمت؟ كلهم دي برجوا، قالوا فماش شعب اليوم يا اخي، الشعب التونسي كل برجوازي غني، فهموا لي انا بيت اليوم، يمكن الشعب التونسي برجوازي غني بس 90% من الشعب التونسي غني، خاطر ما جيش اليوم، انا جيت اليوم باش ندافع على ثورتي، باش ندافع على 20 سنة اقصاء، لأني بنت سجين سياسي، فهمت؟ واليوم لازمني نتمتع بالثورة متاعي، لازمني نفوز. أنا أكمل يا سيدي.